وسهلا بيكم على قناة دودي شولو الكروشيه. لو أول مرة تشوفينا اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض شنطة سهلة جدا جدا، هي تقريبا الشنطة كلها بغرزة واحدة. غرزة واحدة يعني ما فيهاش أي صعوبات، ما فيهاش تعقيد، ما فيهاش تدخيل جلد أو حاجة صعبة على الناس المبتدئة، وفي نفس الوقت شكلها في منتهى الروعة. المفروض إن أنا هعمل الشنطة بخيط المكرمية اللي هو ده، تمام؟ بس أنا هعملها النهاردة بدل خيط المكرمية هعملها بخيط الكليم، تمام؟ الشنطة دي المفروض ان احنا هنعوز ثلاث الوان، طبعا الالوان اللي انت تفضليها. ليه انا هستبدل خيط المكرمية بخيط الكليم؟ عموما هو الخيط المكرمية في خيط الخيط المكرمية زي خيط الكليم في الشغل، نفس السمك وبيديني نفس النتيجة، حتى كلنا شايفين السمك واحد. فانا لقيت عندي خيط الكليم ثلاث الوان منه عجبوني جدا، ففضلت النهارده بدل ما اشتغل بخيط المكرميه هشتغل معاكم بخيط الكليم، وهو هو الشغل. يعني اللي عندها خيط المكرميه تشتغل بيه عادي جدا جدا، نفس اللي انا هعمله هو هو، ما فيش اي فروقات، تمام. انا هستخدم النهارده ثلاث الوان من خيط الكليم. الثلاث الوان اللي عجبوني طبعا تقدري تستبدليهم باي الوان انت عايزاهم، سواء خيط المكرمية او حتى اشتغلي معايا بخيط الكليم. هي شنطة سهلة جدا جدا بغرزة واحدة ما فيهاش اي تعقيد. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. انا هعمل النهاردة الشنطة للاطفال، تمام؟ يعني اعملها شنطة صغيرة. هقولك لو عايزة تعمليها كبيرة لنفسك هتعملي ايه، والفرق بسيط جدا جدا مفهوش اي حاجة. هستخدم ابرة رقم، استخدمت انا هنا رقم 9، تقدري تستخدمي رقم 7، تمام، لحد 7، بلاش 5 لان 5 هتغير من شكل الشغل، ياريت تبقى رقم 7. يلا بينا نبتدي نشوف هنعمل ايه. الشنطة دي انا هشتغلها ملهاش قاعدة طبعا، هي كلها جزء واحد، بس هنشوف هنقفل الجزء الواحد ده ويبقى شنطة شيك جدا ازاي. بصي انا هعمل ايه، انا هعمل سلسال طويل جدا. هقولك كام سلسلة لاني عايزة اشرحلك الاول انا بعمل ايه، تمام. وهقولك الشنطة انا بدأتها ازاي وهمشي فيها ازاي، وفكرتها كمان هتبقى ازاي، لان فعلا فكرتها في منتهى السهولة. بصوا انا عملت ايه، انا عملت سلسال كبير جدا، ماشي. ليه؟ طريقة الشنطة دي او شكل الشنطة دي هيبقى ازاي. انا عملت سلسال اهو، انا لما هاجي اقفل الشنطة، يعني السلسال ده انا همشي بيه كده، تمام. بصي انا هعمل ايه، من المفروض الشنطة هتتقفل ازاي، هتتقفل كده، تمام، وكده. يعني انا هحط كبسولة، فانا دلوقتي بعمل ايه، انا دلوقتي بعمل، انا بس هشيل الخيوط دي عشان اعرف. بصي انا بعمل ايه، سلسال طويل جدا، تمام. لو قلنا ان السلسال ده كام، 36، انا ممكن اوصله بس 40 سنتي،
تهيألي كده بقى 40 سنتي. تمام، وهقولك كام سلسلة بالظبط. تمام كده وصل بالظبط ل40 سنتي معايا. فمن المفروض الشنطة دي انا هشتغل فيها ازاي؟ هي سهلة جدا جدا جدا. بصي انا هشتغل فيها كده، بصي انا لما هاجي اقفل الشنطة دي هتقفل ازاي. طبعا هتكون اشتغلناها، هقلبها ازاي؟ هعمل كده كده. تمام يا جماعة، والجزء ده اللي هيبقى فيه الكبسولة هو اللي هيقفل على الشنطة كده. عرفتي ليه انا من البداية قلتلك ان انا هعمل سلسال طويل جدا؟ عشان ده هيبقى الشنطة، حجم الشنطة كلها هيبقى كده، وهخيط من هنا، ودي هتبقى قفلت الشنطة كده. اتفقنا؟ فانت تقدري تعمليها بالحجم اللي انت عايزاه. انا هنا اشتغلت 40 سنتيمتر. تمام، لو حبينا نقول بالسلسال، لان في ناس بتحب السلسال 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 28 29 32 33 34 35 36 42 43 44 43 سلسلة. تمام، فكرتها سهلة جدا جدا. هعمل ايه؟ هاخد سلسلة وادخل في اللي جنبها كده غرزة حشو كده. تمام، حشو كل الشنطة دي هتبقى غرزة حشو يا جماعة. اسهل من كده مفيش، بجد سهولة. غرزة حشو كله بس انا هقولك ازاي هنمشي، والعدد هيبقى كام في الجنب بس، لا فيها قاعدة ولا فيها لخبطة ولا فيها اي حاجة للناس المبتدئة. يعني لو عندك اي نوع خيط اشتغلي معايا. هكمل السطر للنهاية غرزة حشو لحد الاخر وارجع لكم عشان نشوف هنعمل ايه. تمام، وزي ما اتفقنا هي ما فيهاش اي حاجة، كلها تبقى تقريبا غرزة حشو، بس هنقسمها ازاي هكمل السطر للنهاية وارجع لكم. انا خلصت السطر لحد النهاية. تمام، غرزة حشو عادي جدا، ورجعت تاني عشان نعمل السطر اللي وراه. باخد سلسلة واحدة والف الشغل، وبدخل هنا هنا كده برضو غرزة ايه؟ حشو. اكمل كده، ده كده تاني سطر. هقولك تعملي كل لون كام سطر عشان تطلع معاكي شكل الشنطة الجميل. تمام، هكمل لحد نهاية السطر غرزة الحشو وارجع لك مرة تاني. خلصت كده السطر للنهاية. تمام، ورجعت عشان نكمل مع بعض. باخد سلسال اهو والف الشغل كده، وبدخل هنا غرزة حشو كل الشنطة زي ما اتفقنا هتكون غرزة حشو، ومتهيألي مفيش أبسط ولا أسهل من كده. بس هي الموديل بتاعها بيتقفل بطريقة غير كل الشنط، وهي ملهاش قاعدة ومفيهاش جلد هيدخل ولا أي تعقيد ولا أي حاجة. كل اللي أنا بعمله هو ده، غرزة الحشو. كل الشنطة هتبقى غرزة حشو. تمام، هكمل السطر اللي انا فيه لنهايته وارجع لك برضو عشان نشوف هنعمل ايه مع بعض. تمام، هكمل السطر وارجع لكم. كده وصلت لحد نهاية السطر، هعمل معاكم اخر غرزة في نهاية السطر التالت. بصي مش بدخل هنا في النهاية عشان يبقى الحرف بتاعي خط مستقيم،
ما بدخلش هنا، بدخل بصوا هنا، ده في نهاية الشغل بس يا جماعة كده، عشان الشغل معايا يبقى خط مستقيم كده. تمام. وهاخد سلسلة ولف شغلي كده، وبدخل هنا اهو كده اهو. تمام. الشنطة دي يا جماعة للناس اللي بيحبوا يمسكوا شنط صغيرة زي البورتوفيه كده، دي تعتبر حجمها زي البورتوفيه. انا قلت في بداية الفيديو انها اطفالي، او لو حد بيحب الشنطة تكون صغيرة مش كبيرة زي البورتوفيه كده، هتبقى معاكي مناسبة جدا برضو. تمام. برضو هستمر غرزة حشو. تمام. ونرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. انا كده في السطر الرابع. تمام. هكمل السطر الرابع وارجع لك، عشان هنقول اعداد معينة من الخيط ده عشان قبل ما ندخل على الخيط التاني. رجعت معاكم في نهاية السطر الرابع، وزي ما اتفقنا احنا مش بندخل هنا، احنا بندخل هنا عشان يبقى شغلي خط مستقيم، بيبقى على الحرف قوي الغرزة الأخيرة كده. تمام كده، مع الشغل بتبان وتظهر انها بتبقى خط مستقيم. ماشي. وبدخل خدت اهو، لفيت الشغل بدخل هنا. تمام اهو كده، وبكمل كده انا في السطر الايه الخامس. انا هعمل كام سطر بقى من اللون الروز اللي في ايدي، هعمل 6 سطور. يعني انا دلوقتي في السطر الايه الخامس، يعني انا السطر اللي جاي هبدل بعد السطر السادس هبدل الخيط. لو عايزة الشنطة تبقى اعرض هتزودي، انا عشان عاملاها صغيرة هكتفي ب6 اسطر من اللون الروز، ولما تيجي تزودي تزودي بالسطرين. ليه؟ عشان في رسمة في الاخر انا هوريها لك، يعني ما تزوديش سطر. يعني انا مثلا هكتفي ب6 اسطر من اللون الروز، انت ممكن لو عايزة تعرضي الشنطة او تكبريها هيبقى 8 اسطر، 10 اسطر من اللون الواحد. تمام. انا كده في السطر الخامس، هخلص السطر الخامس وارجع معاكي عشان نعمل السطر السادس ونشوف هنعمل ايه. وصلت لنهاية السطر اللي هو الخامس. تمام. وزي ما اتفقنا بنقفل فين؟ مش هنا، بنقفل هنا هنا. تمام. بوسع لنفسي كده وادخل في الحرف بالظبط كده كده كده. باخد سلسلة، وده السطر اللي قلنا عليه الأخير. تمام. وبدخل فين؟ هنا. ده كده السطر السادس. تمام. هكمل بنفس الطريقة السطر السادس اللي أنا فيه، وأرجع لك عشان نشوف هنعمل إيه الجزء الجديد من الشنطة أو المختلف، يعني عشان هنقص الخيط ونشوف هنعمل إيه فيه ونبدل اللون. تمام. استنوني هكمل السطر ده للنهاية وأرجع لك. كده انا خلصت السطر السادس للنهاية، وزي ما اتعودنا اخر غرزة او اخر سلسال ما بيبقاش هنا، بيبقى على الحرف هنا. تمام. وبكده اكون خلصت السطر السادس اهو. هقص الخيط
تمام. بصي الشكل ده، الشكل اللي انا كنت عايزه يعني اوصله لك اقوله لك. ليه قلت لك نزود بالسطرين؟ عشان يديني شكل الفيونكه اللي في المنتصف دي. بصوا بصي، كأن هنا فيه فيونكه، وهنا في فيونكه، وهنا في فيونكه. الرابطه اللي في النص دي انا بشاور عليها اهي اهي، فكل سطرين بيعملوا الشكل ده. بس ده سطرين كده وكده سطرين وكده سطرين، عشان كده انا عملت 6 اسطر من الجنب ده. طيب هنا بقى حاجه مهمه قوي لازم ناخد بالنا منها، خيط الكليم ما ينفعش اني اربطه خالص، لان هو اصلا سميك جدا، لما هاجي هربطه هتبقى حاجه شكلها وحش قوي في الشنطه من جوه، مش هتتداوى ابدا. فانا بعمل ايه؟ بخيط الفتلتين بتوعي ببعض، مش خياطة جامدة قوي يعني، انا هشبكهم في بعض بحيث ما تبقاش عقدة. بصي خصوصا الخيط الكليم يا جماعة صعب اني اربطه في بعضه، هيبقى سميك بشكل فظيع، مش هعرف اشتغل عليه. انا بس شبكت الاتنين بكام غرزة كده في بعض، عشان لما اشتغل ما يبقاش فيه يعني حاجة كده كلاكي، حاجة صعبة مش عارفة اداويها. ودي من الحاجات اللي قلنا عليها في فينش الشنط انها بتفرق قوي في الشغل. اهو هقص دي، خلاص كده انا شبكتهم في بعض اهو، عشان ما يبقاش عقدة فظيعة. تمام. نكمل الشغل بتاعنا، باخد سلسلة والف الشغل وبدخل هنا. تمام كده، واللي وراها حشو نفس الشغل اللي عملناه في الخيط الروز، هكرره بدون اي تعقيد وبدون اي اختلافات. اجيب شايفين قد ايه سهولة الشنطة، كلها غرزة واحدة، كلها غرزة واحدة وسهلة جدا. هكمل السطر الاول، وخدي بالك بس يعني المعلومة بس اللي احب اكد عليها، عدي الاسطر تمام، عشان احنا اتفقنا ان كل 6 اسطر هنقص ايه الخيط بتاعنا ونوصله في اللون التاني. انا هكمل لباقي السطر اللي بالفوشيا اللي لسه مبدلينه وارجع لكم. كده خلصت السطر بالنسبة لي الأول في اللون الفوشيا، ورجعنا عشان نقفله مع بعض، مش هنا، بنقفله في آخر اهو كده كده. تمام اهو، وباخد سلسلة والف الشغل وبدخل هنا. ده كده تاني سطر من اللون الفوشيا. تمام. طيب بصوا انا هعمل ايه عشان نوفر على بعض وقت اطول. انا هشتغل 6 اسطر بنفس الطريقة، وارجع لك نقص الفتلة ونبدل الخيط الاخير اللي هو الاوف وايت او الابيض، ونشوف وصلنا للشكل الايه، ونشوف هنعمل ايه بدل ما افضل اكرر، لان انا كده بكرر، لان احنا قلنا ان الشنطة كلها تبقى بغرزة الحشو، فما فيش داعي ان شفتيني اكتر من مرة رجعت لك وبدأت السطر معاكي. تمام. يبقى انا كده في السطر الايه، انا في التاني، في التاني من اللون الفوشيا. لما اوصل للسطر السادس
في اللون الفوشيا واجي اغير معاكي اللون، هرجع لك عشان نبدل اللون الاخير في الشنطه ونشوف هنعمل ايه. اشوفكم في اخر سطر اللي هو السادس من اللون الفوشيا. كده انا خلصت الست اسطر من اللون الاخير او اللون الفوشيا. تمام، وزي ما انتوا شايفين الشكل اهو، اهو كده يمكن يبان اكتر اهو. لو احنا لاحظنا هنلاقي اللي انا قلته اهو، اهي اللي قلت عليه زي فيونكة اهي، واحد اتنين تلاتة. تمام، وزي ما قلنا ان كل فيونكة اللي في منتصفها رابطة دي بتبقى سطرين، يبقى انا كده عملت الست بتوعي او الست اسطر باللون الفوشيا. كده يبقى فاضل عندي اللون الابيض. تمام، انا كده عملت الروز وعملت الفوشيا. طيب هعمل ايه؟ هعمل نفس اللي هعمل اللي عملته قبل كده. تمام، انا ناقص لي هنا الحرف ما عملتهوش اهو اهو اهو. تمام، هقص بقى الفتلة بتاعتي من الاخر خالص، من هنا من هنا اهو كده. تمام، وبالابرة بتاعتي بتاعت الخياطة زي ما قلت لكم قبل كده اهي، هعمل ايه؟ هشبك الفتلة الجديدة بتاعتي. تمام، اهي بشبكها في اللون اللي انا لسه قصاه اهي بإبرة الخياطة، عشان احنا قلنا ان ما ينفعش اربط الخيط السميك قوي ده في بعضه، مش هيبقى حلو في الشنطة وهيعمل كلكعة مش لطيفة، وهيبقى شكل الشنطة او فينيشها او الفينيش بتاعها وحش جدا. تمام، الفتلتين خلاص. تمام، بقص الخيط بتاعي كده وببتدي اكمل شغلي عادي جدا. وبرده هعيد نفس اللي انا عملته هو هو، باخد سلسال كده والف الشغل كده، وببتدي اشتغل غرزة الحشو عادي خالص نفس اللي اشتغلته قبل كده هو هو بالخيط اللي عليه الدور الابيض. تمام، غرزة الحشو وده هيكون معايا اخر لون في الشنطة. وبرضو هعمل منه ايه؟ هعمل منه ست اسطر زي ما عملت في اللون الروز ستة واللون الفوشيا ستة. هيبقى اللون الابيض برضو هعمل ست اسطر، وبكده الشنطة تكون خلصت بعد ما اعمل الست اسطر. ونرجع نشوف الفينيش بتاعها او هنقفلها ازاي. تمام، وبنفس الشغل ونفس الطريقة، هي كلها زي ما اتفقنا غرزة واحدة. انا هعمل الست اسطر من اللون الابيض وارجع تكون الشنطة خلصت الاساسي فيها، ونشوف هنكملها ازاي. اشوفكم في السطر السادس في نهايته. وبكده ابقى خلصت السطر السادس من الخيط اللي هو الابيض وكان الاخير، وما عملتش اي حاجة خالص غير اني حطيت علامة من هنا اهي القطعة بتاعتي، تنيتها بس بالتساوي كده. تمام، من هنا ومن هنا حطيت علامة لاني هخيط، بس هخيط الاجزاء دي خياطة عادية جدا. تمام، والشراشيب دي عملت ايه؟ قصيت القطعة كده حوالي 15 سنتي متر على المقياس او حتى يعني بالنظر. قصيت طبعا لكل لون اللون بتاعه زي ما انتوا شايفين، وعملته
وباخد القطعة دي بقسمها اتنين كده وبدخل في الغرزة اللي عليها الدور، يعني مثلا هنا هسيب دي الاول اهو كده تمام، وبقسم دي كده اهي، وبأدخل بيها باخدها من هنا بشبكها من هنا وبدخل بيها هنا كده تمام اهو، بسيب او بشيل الابرة وباخد الطرفين دول هنا كده وبربط وشد كده شد تمام. هعمل معاكي واحدة تاني عفوا، بقسمها كده، بدخل من الغرزة اللي عليها الدور او السلسلة اللي عليها الدور كده، مش بفوت سلسلة بالدور اهو، بدخل كده وافوت الابرة اشيلها وباخد الطرفين دول من هنا اهم واشد كده اهي. اخر واحدة بدخل هنا تمام، وباخد بقسم دي الاول كده بالنص كده وبسحبها من هنا اهو، واشيل الابرة بتاعتي كده واطلع الفتلة او الفتلتين بتوعي من هنا واشد اهو. وبكده بقى عملت الشراشيب بتاعت الشنطة معاكو برضو اهي تمام اهي اوكي. هخيط، انا هخيط الجزء اللي قلتلكم عليه، يعني انا قسمت كده زي ما قلتلكم اهي القطعة بتاعتي اللي انا اشتغلتها اهي اهي تمام، بفتلة او بالابرة دي رفيعة همشي هخيط الجزء ده. بصوا من على الحرفة هتلاقوها، هاخد اول لوب من الغرزة الخفيف الضعيف ده يا جماعة ده تمام، هخيطه او هخيطها بالابرة دي وبخيط يكون خفيف ابيض عادي جدا تمام، همشي خياطة من الناحية دي وخياطة من الناحية اللي لونها ابيض برضو، هاخد الفتلتين الضعاف فيها كده تمام. وبكده تبقى فكرة الشنطة البسيطة اللي قلنا عليها، بسيطة جدا وما فيهاش اي تعقيد وسهلة جدا وصلت. في الايد بتاعت الشنطة في الصورة برة هي الايد سلسلة، وداخل فيها نفس لون او اي نوع اي لون من الوان الخيوط. لو انت عايزة تعملي ايد الشنطة كروشيه، انا عملته قبل كده في شنط قبل كده، خش على اي فيديو من فيديوهاتي هتلاقي ايد الشنطة كروشيه بدون اي سلسلة، ولو عايزة تحطي السلسلة ولا اي حاجة هتجيبي السلسلة وتدخلي فيها زي ما قلتلك الخيط ده تمام. وبكده يبقى فكرة الشنطة البسيطة السهلة جدا وصلت، ارجو انها تكون سهلة عليكم وتنفذوها كلكم، سواء كانت هتعمليها كبيرة او صغيرة هي الفكرة وصلت. بشكركم جدا واشوفكم الفيديو الجاي.